المونتاج اكيد فيل هذا شنو عنا الفيل هذا وعنا مربوط بكات سوجور مربوط بكات سوجور ومن عنا الملتيمتر الملتيمتر هذا يقيس لنا اسيتا اون متر يقيس لنا يقيس لنا ريزيستانس مش معناتها اون متر صح ان اون متر سيتا جينيراتور دو كورون معناتها يبعث ان كورون كونستان ومن بعد يرجع على اي ميزور التنسيون معناتها التنسيون هذيك عباره ليماج نتاع الاير بيسك الاي ديما كونستان التنسيون هي ليماج نتاع الاير معناتها اذا كان التنسيون كبرت معناتها راهي الاير كبرت اذا كان التنسيون صغار معناتها راهي الاير صغار هو الامتر اللي باش نخدموا فيه وحنا قلنا كيف ما قلنا المونتاج اكاد فيه دونك باش نخدموا دونك باش نخدموا بكاد فيه اول حاجه باش نبعثوا باش اول حاجه باش نحطوا اللي باش نربطوا الامتر منها هاي هذه الماس هاوي ال او هذه الماس هاني ديجا مربوطه منها بماس هاي شفتوا الخط هابط منها والهاش اي هذيك هاني فيها هذيك بي سوفي ربطنا هذو مزوز عباره بعثنا كورون في الخيط الاحمر هذا والواحد نتاعنا ولا يفونكسيوني كوميتون الملتيمتر كوميتون شو اسمه انومتر ادو فيل عادي بعد بعد هنا شنو هي المشكله فيه علاش ما نعملوش الميزور نتاع التنسيون ولا انتنسيتي في نفس البلاصه على خاطر هنا عندنا في او نيفو في دي سوجور دونتري في لي سوجور وين يدخلوا عندنا اون هوموجينيتي كبيره معناتها في السيرفاس نتاع السوجور معناتها ما عندهاش نفس السيكسيون نتاع الفيل مش فهمتها بالكدا المهم فما اينو موجينيتي تعطينا بيرتورباسيون ما تعطينا ريزيستانس كبيره ما تعطيناش ريزيستانس صحيحه مسيو رفيق قال لنا على خاطر ماهيش نفس الماتريو نتاع السوجور ني با نيسيسيرمون ماهوش الماتريو اللي عملنا به اللي مكون الفيل اللي هو الكويفر هنا دون نوتر كا دونك يعملنا كيبدا ماهوش نفس كيبدا ماهوش نفس الماتريو شنو شني معناتها يغلط لنا ريزيستانس ونجم نشوفوها اوترومون كي تبدا سوجور منا فما اون فولت اينو موجينيتي معناتها في السيرفاس معناتها تبدا السوجور صغيره وتبدا توسع 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 هكا دونك عباره جراديون تاع السيرفاس كبير برشا في بلاصه صغيره كهو يكبر الريزيستانس وبيرتوربينا الميزور دونك ما نجموش نحسبوا هنا او نيفو ما نجموش نحسبوا التنسيون هنا في لونتري نولوا ناخذوا دي سوجور اخرين في الوسط اهم هذو مزوز هذي وهذي ونحسبوا التنسيون كهو باش باش نربطوا تو قلنا هذو مزوز ربطناهم تاع لونتري المره الاولى هذي وهذي تو نتاع السورتي كيف كيف هذي وهذي نثبتوا اللي من جهه الماس اللي من جهه ال او نربطوها من جهه ال او معناتها الخيط الاكحل هذا في لونتري اهو الخيط الاكحل هذا في لونتري مع البلوس معناتها نمشي نحطها هنا في البلوس والخيط الاكحل هذا ثاني مع السورتي الموا نمشي نحطها في السورتي و ومن بعد لازمني بيان سور نخدم في الكاتفيل معناتها نمشي شيفت شيفت باش نخدم الدوزيام فونكسيون ونمشي للمود كات واير كات دبل في معناتها كاتفيل معناتها اربعه واير بالانجلي وهكاك وعندنا منا الال ها هي ال لونغور وعندنا الفورمول ها هي لحظه سامحوني ال ار تيغال 1 سور سيغما الكونجكتيفيتي فوا ال سور اس دونك ال ال عندنا 10 متر اما ال اللي ناخذوها مش ال 10 متر الكل ابارتير من لي دو سوجور هذوما معناتها ال ال تيغال حسبنا نحينا 10 سنتي منا و10 سنتي منا دونك جينا 9.8 متر الديامتر نتاع الواحد نطلعوا به السيرفاس هو 2.7 ملم السيرفاس هي بي ار كاري معناتها بي فوا 2 سور 7 سور 2 او كاري كهو يسفي حسبنا السيرفاس عندنا اللونغور نجم نطلعوا الكونجكتيفيتي سيغما بويسك ريزيستانس ديجا طلعناها بالام متر جتنا في زون 0 جتنا 30 ملي ام دونك في الاخر جتنا الكونجكتيفيتي 5.7 فوا 10 على بويسونس 7 سيمانس بار متر اللي هي قريبه برشا من الكونجكتيفيتي دو كويفر دونك الميزور بتاعنا صحيحه